بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي، أبنائي المحاضرة كلها شباب. اليوم إن شاء الله بنستكمل الجزء الأخير من محاضرة الخواص البلازما ممبرين وكيفية الانتقال، انتقال مركز أكروس ذا ممبرين عبر الممبرين. يعني في الجزء الأول من المحاضرة واللي كان بشكل وجاهي كنا حكينا عن خواص الممبرين، وحكينا ان الممبرين يتميز بخاصيتي اللي هو ايه السلكتيفيتي والبيرميابيليتي، اللي بنعني فيهم تحديدا انه في اي ملكز او اي شيء يتم انتقاله عبر الممبرين لازم يتمتع بخاصيه معينه انه يكون هيدروفوبيك، لانه النيتشر بتاعت الممبرين نفسها هيدروفوبيك، ولذلك الشغلات اللي فيها نان بولاريتي او هيدروفوبيك تنتقل فريلي بشكل تام عبر الممبرين في اتجاهين بطبيعه الحال، من داخل الخليه لخارج الخليه او العكس. بينما الاشياء اللي عليها شارج او بولاريتي ما بتنتقلش يعني، وبالتالي الاشياء هذه اللي عليها شارج احيانا تحتاجها الخليه سواء تنقلها من خارج للداخل او العكس، ولذلك في نظام معين يعتمد على البروتينات لنقل هذه الأشياء. بينما الأشياء، نؤكد مرة أخرى، الأشياء اللي هي هيدروفوبيك زي الدهون والحاجات والكوليسترول والحاجات اللي زي كده يعني تنتقل بشكل فري، مش عايزة أي بروتين أو مش محتاجة أي وسيلة للنقل يعني. هذا فيما يتعلق بالنقل أكروس ذا ممبرين. هنا مهمة البروتين أو أحد خصائص البروتين أو وظائف البروتين المهمة، وهي متعددة وظائف البروتين، اللي هي شكل بمثابة اللي هي وسيلة نقل للإيش للأشياء المراد نقلها، واللي كمان بنعيد كمان مرة اللي عليها تشارج مش هتنتقل بشكل من خلال الممبرين بشكل مباشر. هنا بيجي أنا من ضمن وظائف البروتين احنا بنسميها ترانسبورت بروتينز، اللي هي قد تكون تشانل بروتين. تشانل بروتين لها ميزة انها موجودة اكروس ذا ممبرين، يعني هي ترافيرس ذا ممبرين، يعني ماشية في كل الممبرين او مساحة الممبرين بطبيعة الحال يعني، وهي تشكل قنوات من خلالها بينتقل الهيدروفيليك موليكولز. يعني من ضمن هذه التشانلز الاكوابولينز، هي قنوات مخصصة للاكوابولينز، قنوات مخصصة لايه؟ لنقل اللي هو ايه؟ نقل البروتين بشكل خاص يعني، ولا نقل الميه بشكل خاص يعني الاكوابولينز. بينما في بروتينات ثانيه طبعا هي برضه في كمان تشانلز ثانيه لنقل اشياء ثانيه غير الميه يعني. في بروتينات ثانيه بنسميها كاريرز بروتينز، وهي برضه بتعمل وظيفه ثانيه يعني، برضه هي اللي هي نقل البروتين بس تختلف عن مبدا التشانلز بروتين يعني. خلينا نشوف المساله هذه بشكل اوضح يعني. بس بداية بدنا نحكي عن مواضيع الانتقال أكروس ذا ممبرين، وقبل ما نحكي بدنا نحكي عن بعض الظواهر اللي ممكن نشعر فيها أو نلمسها في حياتنا يعني. مسألة الديفيوجن، الديفيوجن هي ترجمة الانتشار بالعربي يعني، اللي هي الانتقال أو انتقال الموليكولز من تركيز أعلى لتركيز أقل. ممكن يكون مسألة هذه فري أو ممكن يكون موجود ممبرين في طريق الموليكولز هذه، بس الممبرين يسمح او البورز الفتحات اللي فيه تسمح بنقل الملكوس هذه، ما في اي مشاكل. الديفيوجن يعني كمان مره انتقال من كونسنتريشن اعلى لكونسنتريشن اقل، او اللي احنا بنسميه عاده اللي هو ايه؟ خلينا نقول داون كونسنتريشن جريدينت او وذ كونسنتريشن جريدينت، يعني من كونسنتريشن اعلى لكونسنتريشن اقل. الفيجر اللي امامنا بيمثل لنا على سبيل المثال، لاحظوا انه في الشكل الموجود هنا مثلا يعني، هنا بيتم الانتقال من كونسنتريشن اعلى من السايد هاد لكونسنتريشن اقل، ما في اي مشكله، لانه حتى لو في فواصل موجوده لكن فواصل هذه تسمح بانتقال المولكولز اكروس ذا ممبرين. هنا يستمر الانتقال لغايه ما نصل لمرحله انه في تساوي في الكونسنتريشن او اكوليبريم يعني، في الكونسنتريشن ما بين الجهتين. هنا اللي بقوله انه عند الحته هذه عند الاكوليبريم الانتقال بضل يستمر، بس طبعا في الحاله هذه وصلنا لمرحله الاتزان، وبالتالي الانتقال بيكون من الجهتين، او كميه الانتقال من الجهه هذه للجهه هذه يعادل الانتقال من الجهه بالعكس من الجهه هذه للجهه هذه، في توازن في الانتقال. وبالتالي احنا بنقول في الحاله هذه انه ايه؟
الكونسنتريشن على طرفي الممبرين اللي هو بيتعادل في الحالات هذه اللي احنا بنسميها الديفيوجن يعني. طبعا ممكن ينطبق الكلام هذا اذا اكثر من سوليوت موجود عندنا كل بيشتغل بشكل مستقل، يعني اللون الاصفر على سبيل المثال بينتقل للسائل الثاني، واللون البنفسجي بينتقل للشكل الثاني، لغايه ما كل واحد يصل لايه؟ للتعادل في الكونسنتريشن بتاعه. اثنين بينتقل بشكل مستقل عن بعض يعني. طيب هنا خلينا نقول اللي هو ايه؟ المساله هذه هي تخضع الديفيوجن يعني، لانه حاجه بنسميها باسيف ترانسبورت. باسيف يعني احنا مش بحاجه لانرجي للمساله هذه للانتقال، لانه الدافع في عمليه الانتقال يعتمد على الكونسنتريشن. طيب لنفترض حاله ثانيه انه في سوليوت تركيزه في جهه اعلى من جهه ثانيه، وفي موجود ممبرين في النص، والممبرين هذا لا يسمح بانتقال السوليوت لان المولكولز بتاعته حجمها اكبر من الفتحات اللي موجوده في الممبرين. ايش الوضع بده يكون؟ الوضع في الحاله هذه هذه المساله بنسميها الاوزمولاريتي او اوزموليتي، الظاهره الاوزموزيه يعني بمعنى اخر. هنا ملاحظين في الطرف اللي هنا في ممبرين موجود وفي سوليوت وفي سوليوت على الطرفين نفس السوليوت يعني. وهنا بنلاحظ التركيز هنا في الجهه هذه اعلى جهه اليمين، لكن المشكله انه الممبرين ما بيسمحش للسوليوت انه يعدي. هنا ايش الوضع بده يصير؟ حنصل لمرحله التوازن، بس ايش في الحاله هذه؟ حيكون الانتقال للميه مش للسوليوت، الميه اللي تمثل السوربت. في الحاله هذه السوليوت او السولفنت او الميه حتنتقل من التركيز الاقل للسوليوت زي ما احنا شايفين هنا للتركيز الاعلى. كمان مره حكايه الظاهره الاسموزيه يعني اللي هو انتقال السولفنت الميه من تركيز اقل لتركيز اعلى. والسبب في الحته هذه او في الموضوع هذا انه احنا عايزين حنصل لايش؟ تعادل التركيز بالنسبه للسوليوت على الطرفين بغض النظر عن حجم الميه اللي موجوده يعني. هنا في المرحله النهائيه بعد ما تتم الاسموزيس او الاسمولاريتي هنلاحظ انه الكونسنتريشن على طرفي الممبرين صار متعادل، رغم انه الفوليوم بتاع الميه صار في الطرف هذا اللي هو ايش؟ اعلى من الطرف هذا، لانه كان انتقال لجزيئات الميه مش للسوليوت. هنا بفسر الظاهرة هذه على انه المولكولز اللي موجود في الكونسنتريشن الاعلى بيكون محاط بجزيئات مية اكثر، وبالتالي بتكون الحركة بتاعته اقل او سترين بمعنى اخر يعني، ولذلك ما يسمح له للنقل اللي هو ايه؟ المولكولز بتاعت المية وليس السوليوت في حالة وجود الممبرين. طيب هذا بدخلنا على موضوع ثاني اللي هو water balance of cell without the cell. كيف الخلية بدها تتعامل مع المية إذا كانت عايشة في بيئة فيها مية يعني. التعريف الأول تونيسيتي اللي هي تمثل اللي هو إيه؟ قدرة الخلية أو قدرة شيء طبعا محاط بالمريض إنه يوم يا إما يأخذ أو يفقد مية. هذا طبعا من ضمن خواص اللي هو البلازما ممبرين. آيزوتونيك تمثل لو حطينا الخلية على سبيل المثال في كونسنتريشن أو في مية في داخل المية، بحيث انه يكون الكونسنتريشن داخل السيل الكونسنتريشن بتاع مادة معينة على سبيل المثال هو نفس الكونسنتريشن في خارج السيل لنفس السوليوت طبيعة الحال يعني. هايبرتونيك لو حطينا الخلية في مية او في سولفنت او في حاجة كده يعني، بحيث انه الكونسنتريشن لسوليوت معين خارج الخلية بيكون اعلى من الكونسنتريشن له في داخل الخلية، بينما الهايبوتونيك بيكون الكونسنتريشن للميه في داخل الخليه اعلى منه في خارج الخليه. هكذا تنشا الاوضاع. كمان مره ايزوتونيك بيكون في تعادل في الكونسنتريشن على طرفي الممبرين، هايبرتونيك بيكون كونسنتريشن لسوليوت معين اعلى في الخارج منه في داخل الخليه، هايبوتونيك بيكون الكونسنتريشن في داخل الخليه اعلى منه مقارنه بالخارج. ماذا يترتب على الميه؟ الظاهر هذا تخيلوا انه لو حطينا مثلا على سبيل المثال ريد بلاد سيلز زي ما انتم شايفين، حطيناها بدايه الريد بلاد سيلز في هايبوتونيك سولوشن، ملاحظين انه تركيز هايبوتونيك يعني الكونسنتريشن داخل الخليه الريد بلاد سيلز كره الدم الحمراء يعني اعلى منه في داخل او من خارج الخليه. كما حكينا في الاسمولاريتي المنطق في الحاله هذه انه الميه هتنتقل من الخارج لما يكون تركيز للسوليوت اقل لداخل الخليه، يعني الخليه اكتسبت ميه او جين ميه.
طبعا الخليه هذا حيزداد حجمها لدرجه انه ايش ممكن يصير لايسس او تنفجر الخليه يعني. هنا لو بناخذ على اليمين بشكل مباشر هنا حنلاحظ انه هايبرتونيك، يعني تركيز السوليوت خارج الخليه اعلى منه في داخل الخليه. يترتب على المساله هذه انه الخليه تفقد ميه لصالح الخارج، عشان كده زي ما انتم شايفين كاتب شفير شريف او بمعنى اخر شرينكج ضمرت الخليه لانه فقدت الميه. خليه النبات تتصرف بشكل مشابه، بس لاحظوا انه خليه النبات عندها سلول بيحميها من انها تتمدد كثير. هنا لما نحطها في هايبوتونيك سولوشن هنا الفكره انه نفس الفكره حتاخذ الميه طبيعه الحال، لكن بما انها محميه من خلال البلازما ممبرين اللي بيمنع تمددها بزياده، عشان كده الخليه في الحاله هذه بنسميها تيركت. هذا بتلاحظوه في خلايا النبات لانه لما دائما بزول النبات مي يعني دائما مشبعه ميه لكن محميه من الانفجار زي ما صار في الانيمال سيلز، كده بنسمي الخليه تيركت. لكن لو حطيناها في جو هايبرتونيك هنا بتفقد الخليه الميه لصالح الخارج، طبعا بنسميها بلازمو او بلازمو لايس، يعني هنا الخليه ممكن تكون بتموت او حاجه كده بسبب شرينكج من الداخل، بس بتضل محافظه على الشكل لانه السيل وول موجود. هنا بنسميها في ايزوتونيك فلاسيد، يعني خلص اخذت كفايتها، التركيز برا هو نفس التركيز جوا، ولذلك يعني الخليه لا هي مضغوطه تيركت ولا هي بلازمولايز بمعنى اخر صار لها شرينكج. اوزموريجوليشن كعنوان: The control of water balance is a necessary adaptation for life in such environment. يعني لما تخلي تحط الخليه على سبيل المثال في جو ما، يختلف الكونسنتريشن بداخلها عن كونسنتريشن لشيء ما في خارجها بغض النظر يعني سواء اعلى او اقل. هنا الخليه بتتلائم نفسها حسب اللي هو ايه الشيء الموجود، ولذلك بنلاحظ في الحاله هذه انه ايه بنلاحظ انه بتعمل ادابتيشن. زي مثال مثلا حاجه كائن بروتست بنسميه باراميسيوم. باراميسيوم لو بتلاحظوا علينا مثلا هنا موجود في فريش ووتر في الميه العذبه يعني. يتميز الباراميسيوم انه عنده كونتراكتايل فاكيولز اللي هنا زي ما انتم شايفينها. الكونتراكتايل فاكيولز يعني لانه موجود في ميه عذبه يعني هو في هايبوتونيك سولوشن، او بمعنى اخر الميه حتنتقل من الخارج لداخله. هنا مهمة الكونتراكتايل فاكولز انها تجمع المية، طبعا هذه مسألة اللي هي باسيف، وفي نفس الوقت تعمل بامبنج تقذف المية او ترمي المية للخارج زي ما احنا شايفين هنا. هذه طبعا بتكون مسألة اكتف او بدها انرجي من الباراميسيوم. هكذا بتعمل ادابتيشن من خلال الباراميسيوم من خلال الكونتراكتايل فاكولز انها تقذف المية اللي بتجيها بسبب انها في هايبوتونيك كونديشن في مية عذبة عشان تتخلص منها، والا حيصيرها لايسز اذا اتعبت ميه. طيب هنا نحكي عن ووتر بالانس، طبعا هذه الفقره هذه السلايد هذه بتحكي عن الجزئيه اللي كنت بحكي عنها قبل بشويه. هنا احيانا بيكون النقل شفنا من خلال الممبرين بشكل مباشر، ما شفناش دور البروتين. طيب هنا بدنا نحكي بعض الاشياء اللي ممكن خواصها لا تسمح بانتقالها من خلال الممبرين لان عليها تشارج او بولاريتي، كيف بدنا يتم او الخليه بدها تتعامل معها من خلال النقل. هنا بيجي مبدا الفاسيليتيتد ديفيوجن، يعني فيش امكانيه لنقل الموليكولز هذه من خلال الممبرين بشكل مباشر، ولذلك بدنا نستعين بخواص البروتينات في عمليه النقل، عشان كده بنسميها فاسيليتيتد ديفيوجن او انتقال بمساعده شيء، والشيء هذا بطبيعه الحال هو البروتين. ناخذ مثال على المساله هذه، التشانلز البروتين او تشانل البروتين اللي بتشتغل زي قنوات يعني. من ضمن التشانل البروتين الاكوابولين، وهذا اللي حكينا انها من خلالها بيتم نقل الماء، تذكروا انه الميه فيها بولاريتي. لما كنا بنحكي على الهيدروجين بوندنج شفنا خواص الميه. مثال ثاني ايون تشانلز، بعض الايونز اللي عليها تشارج صوديوم بوتاسيوم، لكن هذه عليها تشارج وصعب انها تنتقل من خلال الممبرين بشكل مباشر، ولذلك بتنتقل من خلال قنوات. هذه بنسميها جيتد تشانلز كمان. ليش جيتد؟ لان تذكروا الحركه هذه باسيف وتعتمد على الكونسنتريشن جريدينت، يعني الحركه بتكون من تركيز اعلى لتركيز اقل، ولذلك بمجرد فتح التشانلز هذه حيتم النقل، لانه بس العامل الوحيد المؤثر في النقل هو الكونسنتريشن. يعني بمعنى اخر مجرد فتح للشانلز هذا حيتم النقل، ولذلك اذا كنا بنحكي عن خليه على سبيل المثال، الخليه
متى او بدها كونسنتريشن معين من الانزيمات اللي بنحكي عنها. ولذلك بدنا نتحكم في التشانلز هذه من خلال جيت بوابات، بمعنى اذا اكتفت الخليه في نقل مولكولز او ايونز من سايد لسايد عشان ما تستمرش عمليه الانتقال، لانه الدافع موجود اللي هو كونسنتريشن، فرق الكونسنتريشن او كونسنتريشن جريديانت. هنا بدنا نتحكم في القنوات هذه من خلال بوابات اللي هي تسكر او تفتح البوابات حسب الحاجه بتاعت الخليه. طيب نحكي شغله ثانيه كمان اللي هي البروتينز. كارياز البروتين نمط ثاني من التنقل، بس هنا في الحاله هذه مبدا عملها بيختلف، بمعنى انه ايه؟ نقول ايه؟ تنتقل من خلال كارز بروتين. البروتينز هذه عباره عن ترافيرس بروتين، يعني على طرفي الممبرين ماشيه في طول او في عرض الممبرين، لكنها ممكن تربط في مولكولز ما ويتغير تكون فاتحه في اتجاه ما على سبيل المثال، ولما يربط المولكول فيها بتنتقل لايه؟ لسايد ثاني، طبعا بتغير شكل المولكول بحيث انه يسكر بالجهه اللي ضغط عليها المولكولز وبتفتح في الجهه الثانيه عشان تعطي له مجال انه ينتقل للجهه. هاي المثال على شانلز بروتين زي ما احنا شايفين، هي فاتحه في كل الحالات، عشان كده الانتقال بيتم من كونسنتريشن اعلى لكونسنتريشن اقل، او داون كونسنتريشن جريديانت او وذ كونسنتريشن جريديانت. هنا بيمثل الانتقال تم من اكسترا سيلولار لانترا سيلولار لداخل الخليه. طبيعه الحال القنوات هذا او الشانلز بروتين بتكون ايش؟ جيتد. المثال الثاني للكارير بروتين زي ما احنا شايفين ما هياش شانلز، لكن هي جزء من الفاسيليتيتد ترانسبورت، يعني بتدوش انرجي، برضه يعتمد على الكونسنتريشن جريديانت. هنا مجرد ما يربط في جهه اكسترا سيلولر يربط المولكولز مثلا على البروتين، هنا بتغير الشكل بحيث انه بدل ما يكون فاتح لبرا الان بتصير فاتح لجوا، وبكده بيكون انتقل البروتين من جهه للجهه الثانيه، طبعا داون كونسنتريشن جريديانت. مثال على بعض الامراض اللي ممكن ترتبط او بسبب مشكله في البروتينات اللي بتشتغل في الترانسبورت، في مرض بنسميه سيستينيوريا. السيستينيوريا احد الامينو اسيدز اللي ممكن او بتخلص منها الجسم على سبيل المثال من خلال يورين من خلال الكدني. هنا عشان ما يطلعش، او احيانا الكدني الكلى يعني بتسترجع الامينو او نسبه من الامينو اسيد لانه ممكن تحتاجه من خلال كاريرز موجوده في الرينال تيوبولز في القنوات بتاعت الكليه هذه، عشان كده تحافظ على ايه؟ السيستين. لكن في الحاله هذه لما يكون في مشكله في البروتين ميوتيشن على سبيل المثال، هنا السيستين ما يسترجعش من خلال الكدني ولذلك بتفقده في الايه؟ في اليورين. الناس هذول عندهم عاده حصاوه كده بنلاقي في الكليه كده عباره عن سيستين يعني، وبنلاقي كميه السيستين موجوده في البول او في اليورين بشكل اعلى، لانه في خلل في القنوات اللي هي بتنقل السيستين او بتسترجع السيستين قبل ما يخرج على شكل يورين او من اليورين تسترجعه للبلد عشان ممكن تحتاج يعني. طيب حتى الان اللي كنا بنحكي عنه لا يحتاج انرجي ولذلك سميناه باسيف ترانسبورت، لكن في نمط ثاني بنسميه اكتف. الاكتف بيحتاج انرجي، بيحتاج من الخليه انرجي، وطبعا المنطق في المساله هذه انه الخليه او الشيء اللي مراد نقله بالاكتف ترانسبورت اللي بيعتمد على الانرجي بيكون انتقاله من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى، يعني في عكس الاتجاه بمعنى اخر، او احنا بنسميه اب كونسنتريشن جريديانت او اجينست كونسنتريشن جريديانت، يعني من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى. المساله هذه تعتمد على انرجي بالتاكيد، ريكواير انرجي. مثال مشهور على المساله هذه على الاكتيف ترانسبورت حاجه اسمها صوديوم بوتاسيوم بامب، مضخه يعني، بس هو عباره عن بروتين في النهايه. البروتين مهمته انه يتعامل مع الصوديوم والبوتاسيوم على طرفي الممبرين، وما دام احنا هنحكي بامب هو بنقل الصوديوم في اتجاه من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى، وبنقل البوتاسيوم بنفس المبدا من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى، بس كل واحد في اتجاه مختلف. هنا خلينا الصوره توضح المساله. هنا على سبيل المثال الصوديوم تركيزه في الخارج اعلى بكثير من تركيزه في الداخل، يعني بمعنى اخر هنا بدنا ننقل الصوديوم من تركيز اقل لكونسنتريشن اعلى او تركيز اعلى، هنا حيكون اتجاه النقل من داخل الخليه لخارج الخليه.
نقدرش نستعين طبعا بالفاسيليتي او بدون سمبل ديفيوجن او بالفاسيليتيتد، لانه الفاسيليتيد زي ما حكينا بيعتمد على نقل من كونسنتريشن اعلى لاقل من الوضع العكسي، ولذلك هنا بلزمنا انرجي عشان ننقل الصوديوم من التركيز الاقل للتركيز الاعلى، عشان كده بنسميها صوديوم بوتاسيوم بام. لاحظوا انه الكارير بروتين هنا ممكن ينقل او له كارير او بايندنج سايت لثلاثه صوديوم، الصوديوم يحمل تشارج بطبيعه الحال، عشان كده هو في كل مره بنقل ثلاثه صوديوم من داخل الخليه لخارج الخليه، يعني من كونسنتريشن الاقل للاعلى. وفي نفس الوقت المسألة هذه زي ما احنا شايفين تعتمد على الانرجي، يعني يحتاج الانرجي على شكل ATP عشان يتغير الشكل ويتمكن من انه يحمل الثلاثة صوديوم وبالتالي يوجههن للخارج، يعني عشان كده بيحتاج الATP او الانرجي بتاعت الATP. لو لاحظنا انه الان الوضع كالتالي، انه في نفس الوقت ان نقلنا فيه الصوديوم عكس اتجاهه او against concentration gradient، في نفس الوقت اعطينا مجال في اتجاهها انه ننقل البوتاسيوم من الخارج للداخل، او بحكي البوتاسيوم الان من كونسنتريشن اقل لكونسنتريشن اعلى. طبعا كونسنتريشن للبوتاسيوم في الخارج اقل منه في الداخل، هذا الكلام بعكس الصوديوم. بس في الحاله هذه نفس الكارير بروتين او الصوديوم بوتاسيوم بام له موقعين للبوتاسيوم، اتذكر هنا له ثلاثه للصوديوم وهنا له اثنين للبوتاسيوم. والنتيجه بمجرد ما يفتح للخارج طبعا يكون طلع الصوديوم، هنا المساله هذه تعمل لايسز وبتفك الفوسفيت بتاعت الاي تي بي اللي استخدم الانرجي بتاعتها، وبصير بايندنج لايش؟ للبوتاسيوم. وبالتالي البوتاسيوم الان بينتقل من الخارج للداخل في عكس الكونسنتريشن بتاعه، والنتيجه بيكون نقلنا البوتاسيوم. في المحصله احنا من خلال الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو مثال او تيبيكال اكزامبل على الاكتيف ترانسبورت، نقلنا ثلاثه صوديوم للخارج واثنين بوتاسيوم للداخل، وكله في عكس الاتجاه بتاعه او في عكس الكونسنتريشن بتاعه. طبعا هذه هي المسؤوله، الصوديوم بوتاسيوم بامب هي اللي مسؤوله بشكل كامل عن تركيز الصوديوم في الخارج وتركيز البوتاسيوم في الداخل. لاحظوا في قنوات تانية مهمتها انه تنقل الصوديوم والبوتاسيوم، بس هذيك مثال تاني على الباسيف، هناك بدهاش انرجي، هذه قنوات تختلف وبإلها مبدا او شغل تاني، بس احنا اللي بنحكيه الان مثال على الاكتيف ترانسبورت. هنا الفيجر اللي امامنا بيحكي لنا الامثله اللي اخذناها على الباسيف ترانسبورت، سواء سمبل ديفيوجن، وهنا ملاحظين انه ما احتجناش لبروتين ولا حاجه، ما فيش مشكله في الممبرين انه ينقل، لانه الشيء المراد نقله هيدروفوبيك ومش محتاج فاسيليتيتد او فاسيليتنج بروتين. هنا حكينا على الفاسيليتد ديفيوجن طبعا من خلال بروتينات سواء كانت تشانلز او كانت كاريرز، وفي الحالات كلها لم نحتاج لانرجي اي تي بي، لانه كان الانتقال في كل الاحوال داون كونسنتريشن جريدينت او مع اتجاه التركيز. هنا المثال اللي حكيناه على اكتيف ترانسبورت، طبعا احتاجنا الانرجي على شكل اي تي بي لانه كان الانتقال اجينست او اب كونسنتريشن جريدينت من تركيز اقل لتركيز اعلى. طيب هاو اويل بامبس منتين ممبرين بوتنشال، هنا ممبرين بوتنشال اللي هو ذا فولتج ديفرنس اكروس ذا ممبرين اللي هو فرق في الجهد الكهرباء في الكهرباء على طرفي الممبرين. هنا بيجي على بالنا انه تو كومبايند فورسز، لاحظوا انا بحكي الكتروكيميكال جريدينت، جريدينت احنا اتفقنا كتعريف جريدينت اللي هو الفرق على طرفي الممبرين بين حاجتين، قد يكون كونسنتريشن، قد يكون بي اتش، قد يكون اي شيء، المهم جريدينت تمثل الفرق بين حاجتين على طرفي الممبرين. لما احكي الكتروكيميكال جريدينت يعني الفرق في حالتين، في الكريتيكال الكتريكال يعني تشارج، والفرق في نفس الفكره في الكيميكالز في كونسنتريشن. يعني لما احكي الكتريكال او كيميكال فورس على سبيل المثال، انا بحكي كيمستري، اللي هو الايون كونسنتريشن جريدينت، يعني هنا المقصود في الايه تركيز الكونسنت او الايونز، هنا عشان كده كيميكال. لكن لما احكي ان الكتريكال فورس، هنا افكت اوف ممبرين بوتنشال، هنا الفرق في التشارج. لاحظ في الاول بحكي في الكيميكالز
اللي هو الفرد في الكونسنتريشن للايون، وهنا بحكي اللي هو الالكتريكال بوتنشال هو الفرد في التشارج يعني البوزيتيف والنيجاتيف. لما نجمعهم مع بعض بصير عندنا الكترو كيميكال جريديانت، يعني فرق في الجهد او في التشارج اللي هو الكتريكال، وفرق في الكونسنتريشن للايونز يعني كيميكال. عشان كده لاحظوا ان الصوديوم بوتاسيوم بام عملت لنا فرق في التشارج اللي هو الكتريكال، طبعا التشارج الموجود على الصوديوم والبوتاسيوم، وعملت لنا فرق في الكونسنتريشن اللي هو كميه الايونز سواء الصوديوم او البوتاسيوم. هنا خلينا نحكي على الالكتروجينيتك بام او الكتروجينيك بام is the transport potential that generate voltage across the membrane. هنا بعض الايونز زي الهيدروجين مثلا لما تنتقل من خلال ممبرين هنا بتعمل لنا اللي هو ايه الكتروجينيك بامب. لاحظوا انه هنا كميه من الهيدروجين اللي عليه بوزيتيف تشارج هنا انتقل للطرف الثاني، طبعا المساله هذه كانت اكتف احتاجت انرجي. هنا عملت لنا اللي هو ايه حاجه اسمها بروتون بامب، هذه بنلاحظها في النبات على فكره وفي الميتوكوندريا. بنلاحظ في النبات ايش البروتون بامب؟ هنا اللي هو بامب بروتين وظيفته انه ينقل البروتون من الداخل للخارج. هنا عمل لنا اللي هو ايه بوتنشال جريديانت او الكتريكال جريديانت، لاحظوا انه البروتون يحمل تشارج. طبعا في نفس الوقت عمل لنا كيميكال جريديانت، لاحظوا انه الايون برضه كونسنتريشن. يعني هذه المساله بتفيدنا في حكايه اللي هو نفهم مساله الكو ترانسبورت، يعني نقل اثنين موليكولز من نفس الكارير بروتين او على من خلال كارير بروتين في نفس اللحظه او في نفس الوقت من خلال ديفرنت ترانسبورت موليكولز. انا بحكي كمان مره نقل تو موليكولز في عكس الاتجاه على سبيل المثال من خلال اللي هو ايه يعني مستعين في الطاقه بتاعت واحد كارير سيستم عشان ناخذ الطاقه بتاعته المشي كمان سيستم ثاني. اوضح مثال على المساله هذه اللي هو كو ترانسبورت اكتيف ترانسبورت دريفن باي كونسنتريشن جريديانت. هنا كنت بحكي على سبيل المثال على الالكتروجينيك جريديانت في خليه النبات اللي مثلا بتعمله الهيدروجين، هنا بتنقل الهيدروجين والمساله هذه توتالي اكتيف لانها تحتاج اللي هو انرجي. لاحظوا انه احتاجنا الانرجي عشان ننقل البروتون من داخل الخليه بتاعت النبات لخارج الخليه. بس المسألة هذه ترتب عليها الوضع التالي، هنا عادة الكونسنتريشن للهيدروجين أو للبروتون في الخارج أعلى، عشان كده احنا احتاجنا هنا الانرجي في الأكتف، بس هنا لو فتحنا المجال للهيدروجين للبروتون لو فتحنا له من خلال تشانل إنه ينتقل لداخل داخل الخلية بنتقل بمنتهى السهولة، لسبب بسيط مش محتاج انرجي في الحالة هذه لأنه تركيزه في الخارج أعلى من تركيزه في الداخل. بس احنا في كل الأحوال لما نقلناه في المرة الأولى احتاجنا انرجي وظلت في انرجي، بس احنا مش محتاجينها الآن في عودة البروتون للداخل. طب الفكرة في الحالة دي نستفيد من الانرجي اللي مش محتاجها البروتون أو الهيدروجين إنه يرجع للداخل، نستفيد منها في نقل موليكول ثاني على سبيل المثال زي السكروز. هنا السكروز بدنا ننقله من خلال تأثير لطاقة أكتف، بس ما فيش طاقة، لكن بدنا نستفيد من الطاقة اللي تخزنت في البروتونز لما نقلناه أول مرة من خلال البروتون بامب. عشان كده بسمي المسألة هذه بروتون بامب بمعنى أو كو ترانسبورت، يعني استعنت بالإنرجي اللي موجودة في سيستم في النقل زي البروتون بامب، استعنت فيها إن آخد إنرجي منها عشان أنقل السكروز في الحالة هذه لداخل الخلية. وهكذا استعنت بواحد عشان ايه امشي النقل في بروتون ثاني او شانل ثاني. هذا اللي بسميه كو ترانسبورت سيستم. طيب مبدا ثاني بيعتمد على الانرجي اللي هو النقل من خلال السيلز اللي هو الاكزوسيتوسيس والاندوسيتوسيس، بس هنا طبعا الشيء المراد نقله على طرفي الممبرين بيكون حجمه كبير، يعني كارير بروتين او شانل بروتين ما بتمش او بساعدش المساله هذه، ولذلك بدنا سيستم معين عشان يتم نقل الاشياء ذوات الاحجام الكبيره ماكرو مولكولز مولكولز كبيره او ممكن يكون بارتكلز او بكتيريا حتى، بدنا ننقلها مثلا من خارج للداخل. بنفعش كارير بروتينز او تشانل لانه مهما كان كارير بضل حجم التشانلز حجمها صغير يعني. ولذلك بتلجا الخليه لمبدا مثلا الاكزوسيتوسيس، وهنا فكرة الاكزوسيتوسيس
يعني بدنا نطلع لبرا اشياء من خارج الخليه، من سوري اشياء في داخل الخليه بدنا ننقلها لخارج الخليه. السبب انه ايه؟ هذه الشغلات قد تكون ويست برودكت، عوادم يعني بدها تتخلص منها الخليه، وبالتالي من خلال اكزوسايتوسيس، من خلال سكريتوري فيزيكلز طبيعه الحال. لاحظوا المقابل لها الاندوسايتوسيس، اشياء بدنا ندخلها من خارج الخليه لداخل الخليه. برضو الاشياء هذه احجامها كبيره ولا يمكن ان يتم نقلها من خلال بروتينها، ولذلك من خلال فيزيكلز بنسميها اندوسايتوسيس. الاندوسايتوسيس ممكن ياخذ اكثر من شكل. فاجوسايتوسيس اللي احنا بنسميه سيلولار ايتينج، يعني الخليه بتاكل، وعاده هذا بيكون للاشياء اللي احجامها كبيره شويه يعني. البينوسايتوسيس بنسميه سيلولار درينكينج او الشرب، يعني خليه بتشرب، وهذا بيكون للاشياء اللي احجامها اصغر شويه يعني. طبعا برضه بتضل اقل من الاشياء اللي بتنتقل من خلال اللي هو البروتينات او الفاسيليتيتد ترانسبورت يعني. والشيء الثالث في الانتوسايتوسيس اللي بنسميه ريسبتور ميدييتد. خدوا بالكم المساله هذه بنسميها كمان انترنالايزيشن، يعني الخليه تدخل اشياء من برا لجوه. كمان مره ممكن الاندوسايتوسيس او الانترنالايزيشن ياخذ شكل الفاجوسايتوسيس اللي بنسميه سيلولار ايتينج، ممكن ياخذ شكل بينوسايتوسيس احجام اقل بتكون سيلولار درينكينج، وممكن يكون ريسبتور ميدييتد. طبعا هذا بيكون سبيسيفيك، يعني في شيء محدد الخليه بدها تنقله من الخارج للداخل، وهنا المساله هذه بتتم من خلال ريسبتور موجود على الممبرين بس مخصص للشيء المراد نقله. هذه المساله بتكون سبيسيفيك. على سبيل المثال لو بدنا نحكي على الفاجوسايتوسيس، لاحظوا الفكره انه الخليه بدها تلتهم شيء، على سبيل المثال هنا بتعمل سودوبود او اقدام كاذبه، جزء كده بيطلع من الممبرين. طبعا هذا اللي بيساعد في المساله هذه خواص الممبرين السيمي بيرميابيليتي، في ميكانيزم في الممبرين بيساعد في الحته هذه انه تعمل. وتذكر دور برضو اللي هو ايه الاكتين اللي هو السيتوسكيلتون في المساله هذه. هنا بتمد الخليه اقدام كاذبه بحيث انها تستوعب الشيء اللي حجمه كبير اللي المراد انها تعمل له فاجوسايتوسيس انترنالايزيشن، وبتدخله للداخل من خلال فيزيكل. طبعا هنا الفود او الحاجه اللي دخلتها عملت لها فاجوسايتوسيس هنا بتضل ماشيه في الخليه لغايه ما توصلها لللايزوزوم وتعمل فيوجن مع اللايزوزوم كده اللي هو الفاجوزوم اللي دخلته في خلال من خلال فيزيكل مع اللايزوزوم عشان تعمل اللي هو فاجولايزوزوم او سكندري لايزوزوم بمعنى اخر. وهنا الانزيمات اللي موجوده في اللايزوزوم بتصير تعمل دايجيشن للشيء اللي انعمل له فاجوسايتوسيس. في المقابل البينوسايتوسيس نعملش اقدام كاذبه، وانما بنعمل اللي هو خلينا نسمي النافيجيشن، يعني كده اللي هو انفولدنج الممبرين بتاع الخليه كده بدخل للداخل عشان يبتلع خلينا نقول اللي هو سمولر موليكولز. طبعا المساله هذه بتتم من خلال بروتينات موجوده في داخل او موجوده في السيلز على الممبرين من الداخل، وهذا بيساعد على عمليه الانفولدنج بحيث انه الممبرين ياخذ شكل الكره في الداخل يعني. وفي نفس الوقت اللي هو الفيزيكال بعد ما تتكون برضه بتروح على اللايزوزوم عشان يتعامل معها ويعمل لها دايجيشن من خلال الانزيمات اللي فيها. الريسبتور ميدييتد هنا مساله تختلف، هنا مساله خدوا بالكم هنا المساله ما كانتش سبيسيفيك، لانه اي مولكيولز ممكن تعمل له بحجم معين ممكن تعمل له الشغله هذه. بينما الريسبتور ميدييتد هنا بتكون ريسبتور ميدييتد من خلال ريسبتور موجود على الممبرين، هنا بتكون سبيسيفيك، يعني الريسبتور اللي موجوده هنا سبيسيفيك لشغله محدده. مثال على المساله هذه اللي هو الريسبتورز اللي بتعمل انترنالايزيشن للكوليسترول ال دي ال، هذه المساله ريسبتور ميدييتد سبيسيفيك للكوليسترول او لل دي ال. طبيعه الحال هذه المساله سبيسيفيك، وهنا بتم الانترنالايزيشن للكوليسترول مثلا او ال دي ال اللو دنسيتي لايبوبروتين اللي معظم محتوياته عباره عن كوليسترول. طبيعه الحال وجود بروتينات ثانيه برضه بتعمل بتساعد على عمليه اللي هو كوت بروتين عشان تعمل كده دائره او فيزيكال حوالين اللي هو ايه الشيء اللي انعمل له انترنالايزيشن. طبعا بتعمل انترنالايزيشن مثلا لل دي ال مع الريسبتور، وهنا بضل ماشي لغايه ما يعمل فيوجن برضه مع اللايزوزوم. خدوا بالكم هنا الريسبتور
بعد كده ما بيقعدش لازم، وبنعمل له ريسايكلينج او بيرجع تاني للممبرين وهكذا. طبعا هذه في بيعتمدوا عليها المساله، هذا الريسايكلينج للريسبتورز، طبعا هو الريسبتور هو اللي بنعمل له ريسايكلينج، بينما ال دي ال بضل موجود في داخل اللازوم وبتستفيد منه الخليه، بيستفيدوا منها كعلاج للناس اللي عندهم كوليسترول عالي انه احيانا يساعدوا او يسرعوا عمليه اعاده الريسبتورز للممبرين عشان يضلوا يسحب من الكوليسترول اللي موجود في البلد وما يتراكمش او ما تعلاش نسبته في البلد يعني. هنا بكون وصلنا لاخر الشابتر. زي ما احنا متعودين نقول لكم انه الاشياء هذه يو شود نو او ناو بي ايبل تو، مجرد انكم تقراوها وتشوفوا اذا استوعبتوا الكلام اللي موجود او النقط اللي بقول لكم اياها، اذا استوعبتوها بتكون انتم استوعبتوا الشابتر او الموضوع كويس. كان في مشكله يعني حترجعوا تقراوا الشابتر كمان عشان تخرجوا ان شاء الله بفهم اوضح. كده بنكون استكملنا الماده واستكملنا الشابتر بتاع اللي هو النقل اكروس ذا ميمبرين. نتمنى لكم وربنا يوفقكم ان شاء الله، ونلتقيكم ان شاء الله باذن الله في موقف اخر او في محاضره ثانيه.